برحب فيكم جديد بهالحلقة من برنامج الملياردير على شاشة الرابعة. معنا ضيفنا الأخ صادق البديري من كربلاء. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أخي صادق. أنت الآن دخلت في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية أصعب شوي من الأولى بس أقل صعوبة من الثالثة والرابعة. رح بيكون في عندك الآن خيار من تسع فئات. رح نعطيك قبل كل سؤال فئتين تختار وحدة وأنا بسألك سؤال من هذه الفئة. أوكي؟ إن شاء الله. منكمل؟ كمل. طلع شوف لي فئة من هالفئتين. شو بتختار؟ أمثال أو فن؟ أمثال. نختار الأمثال. أمثال. إذا نعطيه للأخ صادق سؤال بالأمثال. مثل يطلق على الجار السيء. كوم بخار ولا هالجار. كوم حجار ولا هالجار. كوم خيار ولا هالجار. كوم أخبار ولا هالجار. الجواب رقم 2 كوم حجار ولا هالجار. كوم حجار يعني كومة حجار ولا هالجار. شوف ال نهائي. جواب نهائي. كوم حجار ولا هالجار. في عندك هيك جيران شي؟ لا إن شاء الله ما عندي. ما في. ما عندي. الحمد لله. الحمد لله. جيراني كلهم. لا هني على كل حال. لا إحنا بالحواري مالتنا ناس يكونون اجتماعيين وعلاقاتهم مترابطة أكثر يعني. ايه. من المدن الكبيرة. لا طبعاً طبعاً طبعاً. الجواب صح. صار معك مليونين. شكرا. بس ما قلت لي كم ولد عندك؟ عندي 3 أولاد وثلاث بنات. 3 بنات ما شاء الله. كيف أعمارهم؟ أعمارهم ابني الكبير محمد عمره 29 سنة. ما شاء الله. وعلي 25 سنة. شو درس وشو عم بيعملوا؟ محمد صيدلاني. صيدلاني؟ نعم. وعلي ملازم في الشرطة. ملازم. وابني الصغير أول ابتدائي. ايوه. وبنتك الكبيرة شو اسمها؟ بنت الكبيرة زهرة. زهرة. أيه. الله يخلي لك ياهم كمان. تحياتنا لهم. أشكرك. وإن شاء الله عم تقضوا هيك سهرات رمضانية سوا مع بعض وكل شيء تمام. الله محييك. أشكرك. والعائلة مجموعة إن شاء الله دائما. الله يحفظك. أشكرك. يا سيدي رح ننتقل إلى السؤال. سؤال 3 ملايين. نعم. هلأ من هون فيك صار تثبت إذا بدك. نعم. اعتبارا من مليونين فيك تثبت ما بدك تخسره إذا بدك. نعم. إذا لا رح نعطيك فئتين تختار فئة منهم. تمام. اختار. جغرافيا أم رياضة؟ رياضة. 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 يلا سؤال بالرياضة. كم مرة فازت إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم؟ 4 مرات، مرتين، ولا مرة، مرة واحدة. جواب رقم 2 مرتين. ليك ما بحب هيك يكون في جواب سريع، بخاف. بخاف انه تطلع الجواب غلط ترجع للصفر، خاصة انك منك مثبت وفي عندك وسائل مساعدة بعد ما استخدمت ولا وحدة منها. تمام. بقى إذا مش متأكد انتبه ممكن ترجع للصفر. وعندك 4 مرات فازت البرازيل وإيطاليا. 5 مرات البرازيل، 4 مرات إيطاليا. ولا مرة لا هي فازت مرة أو مرتين أو مرة. يعني هي بين الاثنين والأربعة، بين فازت مرتين بين فازت مرة واحدة. طيب شو بتعمل؟ شو بدك تعمل يعني؟ إذا اشتريت هلا فيك تبدأ تغير السؤال كله إذا بدك. بلاش. فيك تشتري إجابتين ساعتها منرجعك للمليون، تخسر مليون. أعتقد مرة واحدة فازت. مرة فكرت منيح؟ اي مرة واحدة فازت. فكرت منيح؟ اي. متأكد؟ نعم. نهائي. نهائي. كيف شو ألهمك على المرة واحدة؟ كنت قايل مرتين يا رجل.
لا هي فازت بجنوب افريقيا بال 2010 فازت كاس العالم. ايه بعد ما فازت مره ثانيه. ايه سيدي كان معك مليونين، قلت انه مره واحده صاروا 3 ملايين.